السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا منيرة من قناة ميرا كرافتس. من الأشياء المفضلة عندي هي عمل المربى بجميع أنواع الفاكهة، وأغلب الوقت أسويها كميات قليلة مثل ما تلاحظون بأغلب الفيديوهات، يعني تكفي زجاجة واحدة أو زجاجتين، حتى أقدر أجرب نكهات ثانية وجديدة. إذا كنتوا تبون كميات أكثر ضاعفوا الكمية اللي أنا منزلتها لكم، وهذه المرة راح نسوي نكهة استوائية بالنسبة لي رائعة، مكونة من المانجو والأناناس وفلفل الهابانيرو والهالبينو. طبعا النوعين من الفلفل حارين، لكن الهابانيرو أحر من الهالبينو بأربعين مرة، يعني تقدرون تستخدمون على حبة من كل نوع أو نصف حبة على حسب الحرارة اللي تفضلونها. أنا حطيت على حبة من الهابانيرو ومن الهالبينو، وهذا المربى لذيذ لذيذ مرة مع خبز محمص وجبن، أو تضيفونه بجانب المشويات مثل بعض المطاعم العالمية، أو تدهنون فيها الهمبرجر قبل ما تحطون عليه اللحم. وقبل ما نبدأ في عمل المربى لازم نغسل الزجاجات بالصابون، ثم نضعها في ماء فاتر وبعدها على الفرن حتى يغلي الماء لمدة 20 دقيقة. بعدها نطفي النار ونحط الأغطية مع الزجاجات ونتركها بالماء المغلي لمدة 5 دقائق. بعدها نطلعها ونحطها على فوطة نظيفة حتى تنشف. هذا المقدار كفى زجاجة واحدة، مثل ما قلت لكم إذا بغيتوا المقدار أكثر ضاعف الكمية. أنا استخدمت الفواكه المفرزنة، تقدرون تستخدمون الفاكهة الطازجة، هذا يرجع لرغبتكم. حطيت المقادير بالأكواب مع أني أنا أستخدم الميزان، وهذه الطريقة استخدمت فيها البكتين، وهو عامل تخثر أو مادة هلامية يوجد بشكل طبيعي في الفواكه مثل الحمضيات، وهو اللي يساعد المربيات على التكاثف أو الوصول للقوام المناسب. وتحتوي بعض أنواع الفاكهة الحامضة على البكتين مثل التوت والتفاح والحمضيات، وعلى نسبة عالية من البكتين، في حين تحتوي الفاكهة الحلوة على كميات أقل منه. كذلك استخدمت الليمون المعلب، وأنا أستخدم الليمون المعلب عند عمل المربيات لأنه هو الأفضل، لأن حموضته وحدة، مو مثل الليمون الطازج حبة حامضة وحبة أقل حموضة. وعند تقطيع الفلفل الأفضل تستخدمون قفازات. وبعد ما تتعلمون عمل المربى تقدرون تعدلونه على أي مزيج من الفاكهة التي تفضلونها، والسكر حسب رغبتكم. وطبعا هذه الطريقة أعطتنا كمية قليلة من المربى، حتى إذا خلصت تقدرون تسوون نكهات جديدة. وبعد ما تذوقون المربى المنزلي راح تدمنون عليه، لأن في فرق كبير بينه وبين المربى اللي نشتريه من الأسواق. طبعا أطعم وألذ، ويكون طازج ونظيف، ومدة حفظه في الثلاجة 3 أسابيع لأنه ما يحتوي على مواد حافظة. أضفت الخل حتى يعطي حموضة للمربى، كذلك أضفت الليمون حتى يعطي حموضة ويساعد على تماسك المربى لأنه يحتوي على مادة البكتين، كذلك أضفت الفانيلا حتى يعطينا نكهة حلوة. وعند طبخ المربى الأفضل استخدام قدر من الحديد الثقيل أو ستانلس ستيل بقاعدة ثقيلة حتى لا يحترق المربى بسبب الحرارة العالية، والأفضل كذلك يكون كبير حتى إذا تكاثف المربى ما يطلع خارج القدر. ونضع المكونات على النار العالية 220 درجة فهرنهايت، ونستمر بالتحريك على طول حتى ما يحرق المربى. والمانجو والأناناس من الفواكه الموسمية اللي ما تتوفر طول السنة، يعني لها أوقات محددة. إذا توفرت حلو أنكم تسوون هذا المربى، لكن إذا ما كانت متوفرة بنفس الشهر اللي بتسوون فيها تقدرون تستخدمون الفاكهة المفرزنة.
إذا بغيتوا المربى يكون كرانشي استخدموا هراسة البطاطس، لكن إذا بغيتوا يكون ناعم اخلطوه بالخلاط الكهربائي، وإذا بغيتوا نص ونص اخلطوا النص بالخلاط الكهربائي والنص الثاني بهراسة البطاطس. أحب أضيف للمربى قطعة صغيرة من الزبدة لأنها تساعد إنه ما يظهر رغوة على وجه المربى. إذا ما تبون الزبدة لا تحطونها، لكن شيلوا الرغوة اللي على وجه المربى مع أنها ما راح تأثر على الطعام. وطبعا نستمر بالتحريك والهرس لمدة 20 دقيقة أو أكثر إلين يثقل المربى. وطريقة اختبار نضج المربى: نحط صحن في الفريزر وبعدها نطلعه منه ونحط ملعقة من المربى، وبعدها ندخله من جديد بالفريزر لثواني، وبعدين نطلعه ونحط فيه خط بالأصبع. إذا تجعد آخر المربى وتجمع فإنه صلح المربى. وكذلك إذا استمر الخط اللي بالوسط ما دخل عليه المربى فإنه صالح، وإذا دخل المربى على الخط الأصبع فإنه يحتاج وقت أكثر عبر الطبخ. وكثير من المبتدئات بطبخ المربى بعد ما ينضج المربى يشوفونه سايل ويخافون إنه ما نضج. هو ناضج أساساً لكن يحتاج له من 6 ساعات إلى 7 ساعات خارج الثلاجة حتى يجمد. وبعد ما ينضج نحطه في الزجاجات المعقمة. أنا كفى معي زجاجة وربع. وإذا كنتم تستهلكونه على طول حطوه في الثلاجة واستهلكوه لمدة 3 أسابيع فقط، لأنه ما يحتوي على مواد حافظة. لكن إذا بغيتوا تحتفظون فيه لمدة سنة في طريقتين: بعد ما يبرد المربى نترك مقدار إنش من أعلى الزجاجة ونسكرها وندخلها الفريزر ونحتفظ فيه لمدة سنة. هذا الإنش اللي خليناه فاضي يسمح بتمدد المربى. وإذا احتجناه ننزله للثلاجة من الليل وبعدها نستخدمه على طول. والطريقة الثانية: بعد ما نغلق المربى لكن ما نغلقه بإحكام بقوة، نحطه في ماء فاتر وبعدها نحطه فوق الفرن يغلي لمدة 20 دقيقة بحيث يكون الموية مغطية على الزجاجات بمقدار إنش. بعد ما يغلي لمدة 20 دقيقة نطلعه ونخليه يبرد، وبعدها نقدر نحتفظ فيه في الخزانة أو في الثلاجة. شاكرة لكم المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والمتابعة. We'll be right back.